بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. قصة واقعية وعجبتني، حبيت أقولها لكم. اتصلت امرأة على شيخ في غناة المجد، تقول له: يا شيخ، علمني كيف أشكر ربي، أبي أشكره شكرا كثيرا، لكنني عجزت، فكيف؟ تقول: السبب يا شيخ أنه كان عندي هموم ومشاكل وأمراض ما يعلم فيها إلا الله، وقد ضاقت علي الدنيا بما رحبت، وكنت ألزم هذا الدعاء في كل يوم، أقوله في الليل وفي النهار وفي كل وقت وفي كل سجدة: اللهم اجعل همي الآخرة. تقول: والله يا شيخ، انفتحت علي أبواب الخير من كل مكان، وفرج الله همي من حيث لا أحتسب، والخير قام يجيني من كل مكان، وأنا الآن أبي أشكر ربي وأزيد في شكره، ولست أعرف كيف أشكره على نعمة. سبحان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات همه الآخرة أتته الدنيا راغمة. يقول الشيخ: والله من يوم سمعت منها هذا الدعاء جزاها الله خير، وأنا شيخ ما تركته لحظة واحدة، والحمد لله. يقول: والله العظيم والذي لا إله إلا هو، يا أخواني، لقد تناثر علي الخير والبركة والسعة، فرج الله عني هموم. وهو شيخ، سبحان الله، كانت ضاغطة علي، والحمد لله، كما ينبغي لجلال وجهه العظيم وسلطانه. اللهم اجعل همي الآخرة، اللهم اجعل همي الآخرة، اللهم اجعل همي الآخرة. أخواني أخواتي، هدية لكم، أرسلها لغائمتك ليشهدوا لك بذلك غدا، ولا تحرم نفسك أجر الصدقة الجارية بإذن الله.